الورقة البيضاء 96 صفحة لو قرأتها أنا أكثر من مرة، مؤشرات عامة كما هي الخطط السابقة، فيها نقطة واحدة غريبة عنوها بمتخصصة، هو استيراد سيارات مضروبة حتى أصلحها داخل العراق وأسوي لها إصلاح حتى أشغل أيدي عاملة. شايف لك يعني ورقة بيضاء تعطيني تصليح السيارات، هو كان أكيد عضو اللجنة واحد ميكانيكي طيب. كان يشتغل. يا أخي لا تجوز، أنا أذكر هذا من الورقة عفوا وليس من عندي، هذه نقطة، والنقطة الوحيدة المحددة استورد سيارات مستعملة مضروبة أصلحها بالعراق، نقطة. لم يذكر ما هو القطاع الزراعي اللي يمكن أن أبين به أين أبدأ به، ما هو القطاع الصناعي، كيف أعطي للقطاع الخاص، أخي القطاع الخاص بالعراق صحيح هو جزء من المشكلة، ولكن ما أعطيته دور لأن يكون متكامل ومشارك مع القطاع العام طيب. لبناء الدولة كما هو في دول العالم.